عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نتمنى ان شاء الله ربي يتقبل صيامكم وصالح اعمالكم وقولكم ان شاء الله. وصفة اليوم بحول الله راح تكون واحدة التحلية اللي حتليق بسهراتكم الرمضانية ان شاء الله. تابعوا الفيديو حتى لافان باش تشوفوا الوصفة وطريقة التحضير. دونك هنا لازم لي 125 غرام ديال الشوكولا، كيما راكو تشوفوا حطيتهم في كاسرونة. انا خلطت بين شوكولا نوار وشوكولا بلون، الكثرة هي شوكولا نوار. حطيت 10 حجرات ديال السكر كيما راكو تشوفوا، دوك نزيد عليها 2 مغارف كبار ديال نيسكافيه، يعني قهوة سريعة الذوبان ولا قهوة كحلة. دوك نضيف تاني لتر ديال الحليب ونحطهم فوق النار حتى يدوب لي هذاك الشوكولا، وفي الغليه الاولى نحيهم من النار. نقعد نحرك بيان سور، ما نخليهمش يتحرقوا لي. هاد الديسير ولا هاد لا كريم ماركيزات الي ديليسيوس، حنا نعتمدوا عليها هادي عندنا اعوام واعوام، ما نقول لكم فايته 15 سنه وحنا نعتمدوا على هاد الوصفه. درك في كاسرونه واحده اخرى ندير 50 غرام ديال الفرينة، راني مدوبه عفوا 100 غرام ديال الزبده، نقسمها على زوج، النص نحطو مع الفرينة ونروح نحطهم فوق النار. ندير سيكوم البيشاميل، مي بصح سي با البيشاميل. دونك نحركهم مليح ونحطهم فوق النار حتى تولي لي كومين موس، يبدا شغل يرغون لي هاد الخليط، راح يرغون لي التم باش نضمن بلي الفرينة ديالي طيب تبدل كامل لاكولور ديالها، تولي بيضاء رايحه للدوغي. دوك نوري لكم كيفاش راح تولي كيما هاك. هنايا راح نزيد نضيف عليها على دفوعات بيان سور هذاك الحليب بالشوكولا والسكر. دونك نحط المره الاولى، اذا شفت بلي تكولوا لي الكريات يعني لا غرومو، واش ندير؟ نقدر نستعمل لو برا ميكسور. دونك نزيد شويه ديال الحليب هذاك الشوكولا اللي فيه شوكولا، وناخذ ان برا ميكسور ونبدا ندير واحد مده دقيقه برك، يعني ما يتطلبش بزاف، المهم نضمن باللي يكون عندي خليط كيما هك. من بعد نروح نكمل نضيف هذاك الحليب اللي قعد لي، الحليب اللي فيه شوكولا والسكر، نكمله كامل في هاد لاكاسرول، يعني الخليط الاول مع هاد الخليط الثاني، نحركهم مليح ونعاود نرجعهم فوق النار. هنا قبل ما نرجعهم فوق النار شوفوا كيفاش القوام ديالو، يعني ما شاء الله الريحه راهي تهبل. ان ديسير فريد من نوعه والله غير مضمون على ضمانتي. دونك هنا نعاود نفرغ في لاكاسرول الكبيره باش نخدم اليز ونرجعو فوق النار. دونك الغليه الاولى البنات سمعوني مليح، هنا لازم تحركوا، تقعدوا تحركوا بالفوي، ما تخلوهش سينو يزيد يدير لكم دي غرومو. دونك هنا الغليه الاولى تحبسوا له، طفوا عليه النار. دوك نروح للمرحله الثالثه والاخيره، ناخذ 3 حبات بيض، نزيد عليهم 100 غرام ديال السكر، ونزيد هذاك ال 50 غرام ديال الزبده اللي مذوبه اللي خليتها من قبل. نحركهم مليح كوم اون اومليت كيما هاك، شوفوا كيفاش يولي. ونروح نضيف عليه الخليط الاول، نبدا نزيد عليه غير بشويه ونخلط غابيدمون باش البيض ما يطيبليش. هذه هي المرحله الاخيره، نروح نوجد لي غامكان ديالي، سواء ديروه دون دي غامكان انديفيديوال ولا تحطوه في ان غران يعني ان غران مول يروح للفور. ان توكا سي دي مول لازم يروحوا للفور. دونك انا استعملت هادوما انديفيديوال، عمرتهم وزدت استعملت واحد كبير باسكو كميه يعني الله يبارك تخرج، تقدروا تقولوا قيس 12 هكايا انديفيديوال، دي مول انديفيديوال تلحق حتى ل 12 غامكان. دونك ما شاء الله يعني تخرج كميه وفيره. هنا نعمرهم كامل
السنيوة ديالي لازم نحط عليها الماء سخون باسكو طيب او با ماري، وطيابو ما يتعداش 40 دقيقة. هنا عمرت لو غامكا دوزيام اوفا واحد اخر، باسكو هنايا لي مول انا عندي غير 6، هادو ما انديفيديوال. دونك زدت واحد كبير. هنا حطيت الماء كان يغلي باش يعاوني في الطياب، ما ياخذليش وقت في الفوق. كيما هاك قلت لكم تيرموستا 180 طيابو مدة 40 دقيقة، يعني تشوفوا يدير لكم كوم اون كروت من الفوق ويتشقق لكم كيما ان فوندون. انتم عارفوا باللي خدا حقه في الطياب. كيما هاك انا بعد 40 دقيقة شوفوا فتحت عليه ولقيتو كيما هاك، نا خرجتو وخليتو برد كومبليتمون باش حطيتو في الفريجيدار. خلوه مينيموم واحد ربع سوايع في الفريجيدار باش تكونسوميوه. هاي لك النتيجة يا البنات، يعني رائع رائع رائع. انا دراري موتوا عليه، يعني صغار وكبار ما نكذبش عليكم، باسكو بزاف بنين ومخالف على كامل التحليات اللي موالفين نديرو ولا اللي كاينين في لي ريزو سوسيو ولا. دونك فرانشمون ان ديليز، اي اتيست ان شاء الله سي يرجعوا لي بالخبر. الى ان غاطابل، سي اون ريسيت مضبوطه قلت لكم نعتمدوا عليها عندنا اكثر من 15 سنه، ووالدي الله يرحمه هو اللي جاب لنا الوصفه. اللهم في هذه الايام المباركه يا رب اغفر له وارحمه واسكنه الفردوس الاعلى ان شاء الله. امنوا يا ناس اللي راكم تسمعوني وطلبوا له بالرحمه وطلبوا لنا حنايا ان شاء الله بالصبر. السلام عليكم.